بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم ماسك حلو جدا لترطيب وتفتيح البشرة وتنعيمها، وكمان هيعالجلك حب الشباب وهيشيلك السواد او اثار حب الشباب الموجودة في البشرة. طبعا الماسك بتاعي هنحتاج فيه مكون سهل جدا. اول حاجة هنجيب باكت كده من الشاي الاخضر، هفتحه طبعا كلنا عارفين فوائد الشاي الاخضر وقد ايه هو مفيد جدا للبشرة. هقول لكم دلوقتي على فوائده. اول حاجة بيقشر البشرة وبينعمها وبيرطبها وبيغذيها، وكمان بيجدد خلايا الجلد وبيحارب التجاعيد وبيقلل من اضرار الشمس، ده غير ان هو بيقلل من الافرازات الدهنية اللي موجودة في البشرة، وكمان مضاد لكل او لجميع انواع البكتيريا ومعالج للالتهابات، وكمان بيحارب حب الشباب من غير ما بيسيب لك اي اثر لحب الشباب. وكمان بيحتوي على نسبة عالية جدا من مضادات الاكسدة اللي بتساعد على القضاء على التجاعيد. وطبعا كلنا عارفين ان هو بيقضي على الهالات السوداء، ومن اهم المواد اللي بتستخدميها علشان تقضي على الهالات السوداء هو الشاي الاخضر. تاني مكون معايا يا بنات هيكون النشا او المايزينا، وكلنا عارفين ان النشا بتفتح البشرة وكمان بتشدها وبتعالج التجاعيد. هاخد معلقة من النشا، هضيف لهم معلقة كبيرة من الزبادي، حوالي معلقة كبيرة. هاخد المكونات اللي معايا كده وهبدأ ادمجها مع بعض لحد ما يدينا خلاط، يعني خليط كريمي. ده ما احنا شايفين كده، رابع مكون معايا بنات هيكون زيت الزيتون. هاخد حوالي معلقة صغيرة او 3/4 معلقة صغيرة من زيت الزيتون. طبعا كلنا عارفين قد ايه هو مفيد للبشرة، بيعمل على ملء الفراغات اللي موجودة وبيديها ترطيب وتنعيم للبشرة. من اهم الزيوت اللي بتقاوم التجاعيد هو زيت الزيتون. خلاص كده يا بنات، انا عايزة القوام ده للماسك بتاعي. هو خلاص يعتبر كده الماسك خلص. هقول لكم ازاي بقى بنستخدمه، طريقة استخدام الماسك. قبل ما اقول لكم عليها ما تنسيش تدعميني باللايك، ولو كنت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي. اول حاجة بتغسلي بشرتك كويس او بتنظفيها بالغسول بتاعك، ويفضل ان انت تغسلي البشرة بمية دافية علشان تفتحي المسام. تاني حاجة بتاخدي الماسك ده وبتدهنيه على البشرة من 15 دقيقة لعشرين دقيقة، وبعد كده بتشطفي بشرتك بمية دافية وبعد كده بمية باردة علشان تقفلي المسام. لو عندك مكعبات مية ورد في التلاجة بتمشيها على البشرة حوالي من 2 لـ3 دقايق. بعد كده لو ما عندكيش المكعبات دي ممكن تقفلي المسام بمية الورد، بتدهني شوية قطنة بشوية مية ورد وتقفلي بيها المسام. وبعد كده بتجيب الكريم المرطب بتاعك اللي انت بتستخدميه وتدهني بيه بشرتك. من اهم الخطوات اللي انت تعمليها بعد ما تخلصي الماسك ان انت لازم ترطبي البشرة بعد الماسك. كده خلاص الفيديو خلص، ما تنسيش برضو اللايك والشير وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي الجرس، واشوفكم ان شاء الله على خير في ماسك جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.